الحقيقة احنا كنا بنتكلم وعايز اكمل بس نقطة السمنة، لان حضرتك جبت سيرة السمنة المفرطة. هل انا لو ست سمينة وعارفة ان انا عندي سمنة ومش قادرة اخس، هل ممنوع عليا ان انا احمل، ولا لازم اعمل اجراءات معينة وتخفيض للوزن بشدة عشان اقدر احمل بشكل طبيعي وما يظهرش عندي حاجة زي السكر او غيره؟ تمام. هو مش ممنوع ان هي تحمل طبعا يعني، بس لازم ناخد الاحتياطات الواجبه. أيوة. يعني لو انا مثلا سمنه مفرطه لازم اتابع مع دكتور تغذيه كويس، ان انا احاول على قد ما اقدر ان انا ادخل الحمل على الاقل بوزن 80، مش هقول انك هتبقي ب 70 او 60، بس على الاقل اللي هو اقدر وزن ممكن اوصل له، بحيث ان انا ما اضرش. الناس لان كلها دلوقتي عارفه البي ام اي اللي هو البودي ماس البودي ماس اندكس هي كتله الجسم. بنتكلم في رينج قد ايه اللي تسمحي فيه بالحمل وما تتوقعيش فيه مشاكل؟ والله من 25 ل 30. اكتر من 30 تتوقعي مشاكل؟ للاسف هي السمنه زايده يعني. أيوة كتير قوي دلوقتي، بقت عشان وباء عندنا. ما فيش تبع نظام غذائي، ما فيش رياضه، ما فيش نوع الاكل اللي بناكله بالظبط، الاكل النشويات كتير، كل الحاجات دي طبعا. السمنه هو مرض مشكلته مش هتبقى في السكر بس، يعني هتبقى مشكلته في السكر وفي الضغط وفي زياده حجم الجنين ومشاكل كتير جدا. يعني يفضل اللي سمينه وعارفه ان هي سمينه نستشير والبي ام اي استشاري بتاعها تغذية فوق ال30، نظبط الاول وندخل على الحمل واحنا مطمنين عشان نقلل المشاكل. طيب ايه الاجراءات الضرورية بقى اللي بتعملوها في متابعة الحامل عشان نضمن ان مفيش مضاعفات للام ولا للجنين؟ طبعا احنا يعني قلنا طبعا من الاول ان احنا لما بنبقى داخلين منظمين من الاول، غير لما يبقى بنتفاجئ ان احنا في سكر حمل. المريضة اللي هي السكر بنيجي اول 3 شهور بيبقى بقول لها ان احنا لازم نمشي على سواء كان انسولين او كانت هتظبط مجرد بس تظبيط اكل او لا، وهتاخد حمض الفوليك بالجرعه اللي احنا المناسبه ليها. ده اول 3 شهور في الحمل، ان احنا كدكاتره نسا بنقسم الحمل اول 3 شهور والتاني والمرحله الاولى والثانيه والثالثه. فالمرحله الاولى بنظبط ان هي تاخد جرعه حمض الفوليك بتاعتها، وان شاء الله كنا هنمشي على انسولين او هنمشي على مجرد دايت كنترول، خلاص اتفقنا. بنيجي بقى في الشهر الخامس، لازم حاجه مهمه جدا 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 اللي هي الاشعه ثلاثيه الابعاد. لازم بانصح كل مريضه سكر دلوقتي، حتى بره بيعملوا لكل العينين مش مرضى سكر بس، بس عشان احنا برضو بلد يعني فاينانشال مش كل العينين بيقدروا ان هم يعملوا سونار ثلاثي الابعاد، بس هي لازم تعمله لانه في ارتباط وثيق. يعني اكتر تشوهات بتحصل في الاجنه هي ثقب القلب او تشوهات في قلب الجنين. فدور الاشعه ثلاثيه الابعاد ان انا من الاول ابقى متوقعه ان البيبي ده عنده ثقب في القلب او ما عندوش، دي حاجه مهمه جدا جدا جدا. لازم السونار من 18، اي واحده حامل وعندها سكر سونار ثلاثي الابعاد من 18 ل 20 اسبوع. ايوه. خلصت المرحلة الثانية وعملنا فحص بالجهاز ثلاثي الأبعاد وطمنت إن البيبي ما فيهوش التشوهات الخلقية، بنكمل الحمل. بتيجي في المرحلة الأخيرة دي، أهم حاجة إن أنا بتابع فيها النمو الفيتال جروث، لازم أشوف إن البيبي بينمو بمعدل طبيعي. البيبي ممكن يمشي في اتجاهين، يا إما هيبقى عنده مشكلة في النمو، يا إما هيبقى عنده زيادة في النمو، يا إما هيبقى طبيعي لو السكر متظبط. طب البيبي اللي هيبقى عنده نقص في النمو او ضعف النمو، بلاقي وزنه دايما اقل من الطبيعي بالنسبه لفتره الحمل دي. ده نتيجه ان برضه حصل مشكله في شرايين المشيمه او في الاوعيه الدمويه بتاعه المشيمه، فالدم اللي وصل البيبي قل، حصل فيه مشكله في النمو. او مشكله تانية بالعكس اللي هو كبر حجم الجنين، اللي هو تضخم الجنين. يعني تلاقي الست نقول لها البيبي وزنه 4 كيلو تقول لك والله يا دكتوره ده حلو قوي ما شاء الله. لا، هو 4 كيلو مش المفروض يبقى 4 كيلو في الوقت ده، مشكله خالص. هو المفروض ان البيبي ما بيوصلش 4 و4 ونص، ده وزن كبير. فبتابع انا النمو، وكل ما زاد حجم البيبي كل ما انا عارفه ان السكر مش متظبط. يعني في علاقه وثيقه ما بين حجم زياده حجم الجنين وعدم تنظيم مستوى السكر في الدم. فده دي مهمه لازم ابقى عارفها انا كدكتور، وهي كمريضه لازم تبقى عارفه. افرض ان هو حجم البيبي معدل 4 كيلو ونص، وجينا احنا نولدها مثلا طبيعي، مشاكل البيبي ومشاكل الام ومشاكل الدكتور، يعني 3 مشاكل في نفس الوقت. فمرحله النمو دي مهمه جدا، وطبعا بتابع كميه الميه اللي حوالين البيبي، لان برضو بتيجي من في الشهر السابع والثامن الميه بتزيد بشكل عنيف. بتزيد لان طبعا البيبي عمال يطلع الجلوكوز مع البول. طبعا الميه اللي حوالين البيبي دي بتتكون من اخراج البيبي اصلا. فالميه بتزيد بتدخل الام في مشاكل الولاده المبكره. فانا بقى عارفه من الاول ان الست دي بالميه بحجم الميه الزياده دي ان هي اكتر عرضه تخش في ولاده مبكره، فانا ببقى عارف. بتابع الطفل لسه كمان ما اكتملش نموه بالظبط كده، بتابع كميه الميه قد ايه، نمو البيبي قد ايه،
والدوبلر، بعمل حاجه اسمها دوبلر عشان اقيس هل هو وصل له دم كفايه ولا لا. ومن هنا بقدر كمان اقيم امتى الوقت اللي انا هتدخل فيه كدكتور نسا، لازم خلاص عيب مش هينفع نستنى اكتر من كده، عشان في حاجه اسمها سادن انتراتراين فيتال ديث، ان هو فجاه ممكن البيبي يموت جوه بطن الام لو انا مش عامله المتابعه الكويسه، او انا البيبي عمال بيكبر وانا مش واخده بالي ومش بقيس نسبه السكر باستمرار. وانا بنصح ان كل السيدات يبقى عندها جهاز سكر في البيت، لازم، ما ينفعش يبقى عندك سكر حامل ومش بتقيس السكر لنفسك على الاقل 3 مرات في اليوم قبل الوجبات وقبل النوم. ده لازم، ده لازم كمان. ده لازم. طيب ايه الاحتمالات المتوقعه للست دي اللي هي حامل ومعاها سكر، وبالذات اللي ظهر لها السكر وهي حامل، تمام، في المستقبل هيحصل لها ايه؟ هي طبعا احنا سكر الحمل زي ما قلت هو اكتر من اللي هي جالها سكر في الحمل، نسبتهم اكتر شويه من اللي هم مرضى السكر الاساسيين. فان هو يكمل معاها بعد الحمل، طبعا في احتمال ان هو يكمل معاها. عشان كده بننصح كل ست اللي هي جالها سكر حمل ان هي بعد الحمل بعد ما بتولد لازم تتابع نسبة السكر ليها وللبيبي، مش ليها بس، لان هي ممكن تتحول لمريض السكر من النوع التاني اللي هي عندها مقاومة للانسولين، اللي هي برضو لو فضلت عامل خطر موجود عندها ان هي كان السمنة لسه موجودة، ان هي مش بتتبع النظام افراط من اكل السكريات، هتبقى مريضة سكر من اللي هو من الدرجة أكيد التانية. أكيد ده اكيد. وطبعا البيبي لازم برضو ان هو بعد ما بينزل هو يتقاس له نسبة السكر في الدم، علشان هو بيبقى هو في بطن امه اتعود على مستوى معين من الجلوكوز ومستوى معين من الانسولين. فبيبدا البيبي اول ما بينزل بعد الولاده اول حاجه لازم تتعمل ان احنا نقيس له نسبه السكر في الدم. طبعا ما ينفعش ان يحصل له هايبوجلايسيميا ولاقي السكر بتاعه اقل من 40 او 35، دي بتبقى خطوره جامده على البيبي. ممكن فعشان كده بيبقى انا وانا داخله اولد عيانه عندها سكر. السؤال ده لان انا الحقيقه بنقابل ستات كتير يقول لك جالي شويه سكر وانا حامل وراح، وتنسى الموضوع، مش بيتابعوا. وتنسى الموضوع. انا خوفي ان هي خلاص يعني معناته الحمل اللي بعده هيبقى سكر رسمي. لا ممكن بالظبط كده، يا اما هتكمل كمريضه سكر او المره اللي بعديها برضه هيجي لها سكر حمل هيظهر تاني. طيب الطفل بقى، نركز على الطفل شويه، ايه الاحتمالات اللي بتحصل له لما يتولد من ام عندها سكر؟ هو طبعا زي ما قلت يا اما مختلف عن الطفل التاني، يا اما مشكله نمو قليل قوي، يا اما زياده، يا اما مشكله طبعا هو يعني مشكلة في تظبيط نسبة الجلوكوز في الدم بعد الولادة، يبقى أكتر عرضة إن هو يجيله نوبات نقص السكر اللي هي الهايبوجلايسيميا. كمان نسبة الصفرة عندهم بتبقى عالية. كمان مشكلة إن هم كمان الأطفال دول بيبقوا عرضة إن هم يجيلهم يكمل معهم السكر بعد الولادة، عشان كده دول محتاجين متابعة معينة. يعني ممكن هو نفسه بقى يطلع ممكن يبقى مريض سكر اللي هو النوع الأول بقى اللي هو بيجي الأطفال وهم صغيرين. برضه التنفس أظن كان في الهايلاين ممبرين ديزيز بيبقى أكتر كمان عندهم. بيبقى عندهم نسبة صعوبة في التنفس اللي هو مرض الـ RDS، بيبقى هتلاقي البيبي نفسه مش مكتمل عشان نسبة السرفكتانت أو في مادة معينة بتبقى مسؤولة عن اكتمال الرئة. دول بنضطر بقى نحطهم في حضانة. لو هو على حسب نزل انهي نوع من الدرجة، ودي اكتر مشكله فيك، يعني دي اخطر، يعني مشكلتين، نقص السكر الهايبوجلايسيميا ومشكله اللي هي ضيق التنفس او عدم اكتمال الرئه. عشان كده احنا ساعات بندي حاجات وقائيه اللي هي حقنه الرئه، زي ما دايما العيانه تقول لك انا هاخد حقنه الرئه ولا مش هاخدها عشان ما يتولدش بالعيب ده. بس هي مش روتين برضو ان انا اديها وخلاص، لان احنا عارفين طبعا حقن الرئه دي كورتيزون. فلما بديها احتياج الام من الانسولين بيزيد. فانا كدكتور نسب عارف ان انا لما حدي حقنه الرئه وحقنه الكورتيزون في الفتره دي ان الست دي الجلوكوز بتاعها الليفل بتاعها يعلى، فلازم ابقى متابعه او ان انا هزود جرعه الانسولين. فدي برضو معلومه مهمه جدا لازم نبقى واخدين بالنا منها.